بكورونها وكوفيدها التاسع عشر، وما زلنا في خضمها حتى الآن وتحت تأثير نتائجها التي ستمتد كثيراً. بيقول أحد كبار المحللين الاجتماعيين أن العالم بعد كورونا لن يعود أبداً كما كان من قبل، فأما أن يدخل البشر في متاهة مظلمة إذ لم يستوعبوا درس هذه الجائحة وقساوة وطأتها، وإما أن يراجعوا حساباتهم ويعيدوا بناء المجتمعات وفقاً للنظرية التآخي والتعاضد. فالاحتمال الأول وهو الأضعف، لأنه سلبي المناخ وقطعي المنحة، سيؤدي إلى أزمات اقتصادية وربما لحروب لا تنتهي لا سمح الله. أما الاحتمال الثاني فإنه يفتح الباب على بعد رابع للمجتمع، وبالأخص مجتمعنا الاستهلاكي الذي نعيشه والذي بني على الاقتصاد والقوة والجغرافيا، ليفتح بعدا رابعا هو البعد الإنساني، لتصبح المجتمعات مبنية على اقتصاديات قوة، جغرافيا وإنسانية. وهناك مجتمعات ودول بدأت قبل الكورونا بالدفع بالعمل الإنساني، وبالأخص بمجتمعات الوطن العربي وتحديداً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تحول الوطن إلى بيت كبير والمجتمع إلى أسرة متواصلة متصلة اقتصادياً وإنسانياً. وأصبح لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحكومية واللاحكومية والمبادرات الفردية جمهور كبير ينفس عن إمكانياته ويعبر عن حاجاته، مقدماً خدمات جلة لمجتمعه وأبناء وطنه والمقيمين على أرضه. جمعيات ومؤسسات كثيرة صعدت نشاطها منذ فترة، ولكن عندما وصلتنا الكورونا وبقدرة القادر تحول النشاط والمبادرة إلى جبهة واحدة ومتحدة ضد هذا الوباء. مؤسسة وطن الإمارات، المؤسسة التي قدمت أمثلة وطنية ناصعة البياض وراقية كما العديد من مؤسسات وجمعيات الوطن العربي، توجهت فور ظهور الجائحة إلى نشاط خدماتي رائع وفعال على الأرض. مبادرات وإعانات ومساعدات وحملات تطويعية وخيرية ومواقف إنسانية لابد من الاطلاع عليها كأمثلة تحتذى بها. فلنشاهد. إن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة كورونا أسهمت بشكل كبير في الحد من أخطار هذا الوباء، وكان التعاون والتنسيق القوي بين مختلف مؤسسات الدولة الدور الفاعل، ولا سيما جهود مؤسسة وطن الإمارات التي استطاعت من خلال مبادرة مدينتك تناديك التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، استطاعت أن تلعب دورا مهما في نشر حملات التوعية الضرورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأيضا نجحت في حشد الجهود المجتمعية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة. نعمل بصم في خدمة الوطن، رؤية ومتابعة، إنجازات بارزة لنا بصمة فيها. هذا هو المستقبل، نحن جزء منكم، نساهم مع قيادتنا لنكافح انتشار فيروس كورونا المستجد. نعمل في الخطوط الأمامية، كلا بحسب تخصصه، كلنا يسعى لهدف واحد، سعادة الإنسان والمحافظة على الإمارات. نعمل ليلا ونهارا، نتحمل الأعباء لنرفع راية الإمارات. شكراً متطوعو حملة مدينتك تناديك. ها
هذه المؤسسة سخرت مواردها المادية والإعلامية والعملية والميدانية، واستطاعت تفعيل التطوع التخصصي في كل المجالات، فاستقطبت 12,980 متطوعاً من كافة الفئات والتخصصات للمشاركة تحت إشراف فريق المؤسسة الذي يعمل في تفاعل إيجابي واستجابة سريعة للتعاون مع كافة الجهات، ومنها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وهيئة الصحة بدبي وشرطة دبي. في غمار هذه الجائحة العالمية، وقفت مؤسسة وطني الإمارات في المقدمة للقيام بدورها الوطني، فهي التي تعنى بتفعيل وتعزيز الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة، مترجمة توجهاتها على الأرض بكل قوة وفاعلية. وهكذا تحولنا جميعاً، وهذه أحدى إيجابيات هذه الجائحة، إلى وحدات متجانسة متعاونة متكاتفة بتفكر بشكل جماعي ولم تحجرها وتحجر مبادرات الكورونا، بل على العكس نهضت بوجه المجتمعي والوطني والإنساني وفعلتها بأفضل طريقة وعلى أتم وجه لتتحول أوطاننا العربية قاطبة كما الإمارات إلى واحة للكرم والشجاعة والذود عن أهلها ومجتمعها والحفاظ على كرامة الناس وتأمين احتياجات المعوزين والمحتاجين اللي غلبتهم الجائحة وضيقت موارد عيش مؤقتاً. وبشدد هون على كلمة مؤقتاً لأنها زائلة هذه الجائحة قريباً، ولأنه نحن البشر باقون برعاية الله. وهلأ بقلكم دمتم بخير وإلى اللقاء.